يأمل الخماس الأفريقي الجزائر والكاميرون وغانا ونيجيريا وكوت ديفوار في تقديم مستوى يليق بسمعة القارة الأفريقية في المونديال من ناحية، ويدعم طلب الاتحاد الأفريقي بزيادة عدد منتخبات قارة المواهب في العرس الكروي الكبير من ناحية أخرى. البداية ستكون بالمنتخب الكاميروني الذي يشارك في البطولة للمرة السابعة في تاريخه، ويسعى مع المدرب الألماني المخضرم فولكر فينكا ونجوم الفريق بقيادة سامويل إيتو لتجاوز الدور الأول للبطولة رغم المشاكل التي ظهرت على السطح مؤخرا وأدت لرفض اللاعبين خوض بعض المباريات الودية وتهديدهم بعدم السفر للبرازيل على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها الدولة إلا بعد حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة بالكامل، بالإضافة إلى خلافات حول قيمة مكافآت المونديال. علما بأن منتخب الأسود غير المروضة يلعب في المجموعة الأولى الصعبة مع الثلاثي البرازيل وكرواتيا والمكسيك التي يواجهها في الجولة الأولى يوم الجمعة المقبل على ملعب داس دوناس في ناتال. وعلى جانب آخر يدخل منتخب كوت ديفوار هذه البطولة واضعا نصب عينيه الذهاب لأبعد مدى في مشاركته الثالثة على التوالي مع كبار العالم، حيث يلعب رفاق النجم الكبير يايا توري أفضل لاعب في إفريقيا في العام الماضي في المجموعة الثالثة صحبة كولومبيا واليابان واليونان، ويخصون شريط الافتتاح في 15 يونيو أمام منتخب الساموراي على ملعب برنامبوكو في ريسيفي. من جانبه يخوض المنتخب النيجيري البطولة للمرة الخامسة في تاريخه والأولى في ظل قيادة وطنية لستيفن كيشي الذي شارك النسور الخضر كلاعب في إبهار العالم خلال المشاركة الأولى في الولايات المتحدة قبل 20 عاما، ويأمل من خلال كتيبة المحترفين بقيادة نجم تشيلسي جون أوبي ميكيل في تجاوز الدور الأول من خلال منافسات المجموعة السادسة التي تضم إلى جواره منتخبات الأرجنتين والبوسنة والهرسك وإيران التي يواجهها في الجولة الأولى في 16 يونيو في أرينا دي باياشدا بمدينة قرطبة. في المجموعة السابعة يلعب المنتخب الغاني مع الثلاثي ألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة، ويطمح البلاك ستارز الذي ضمنوا مقعدهم في النهائيات للمرة الثالثة على التوالي يأملون في تكرار إنجازهم في البطولة السابقة عندما بلغوا دور الثمانية وحرمهم أساموات جيام من اقتحام المربع الذهبي بعد أن سدد ركلة الجزاء في عارضة حارس منتخب أوروغواي فرناندو موسليرا في نهاية الوقت الإضافي الثاني. أخيرا وفي المجموعة الثامنة يلعب المنتخب الجزائري كسفير وحيد للكرة العربية للمرة الثانية على التوالي، ويأمل رفاق النجم الموهوب سفيان فيجولي في كسر عقدة الدور الأول التي لازمت الخضر في المشاركات الثلاثة السابقة، يدعمهم خبرة المدرب البوسني وحيد خليوزيتش وحماس العناصر الوطنية التي يقودها المدافع الكبير عبد المجيد بوجرا. كانت منتخبات القارة الإفريقية قد بدأت مشاركتها في البطولة عن طريق المنتخب المصري في النسخة الثانية عام 1934 بإيطاليا، أما أفضل إنجازاتها في البطولة فكان بلوغ الدور ربع النهائي 3 مرات عن طريق الكاميرون والسنغال وغانا في بطولات 90 و2002 و2010.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، برحب بضيف العزيز كابتن ايمن يونس. مستمتع انت بالمزيكا والفيله والاسود والنمور والشكل الجميل؟ بص انا بقالي 48 ساعه مستمتع بكل حاجه والله، من اول مراسم التتويج اللي رفعت راسنا فوق السماء، ده صحيح، من اول الاحاسيس الجميله اللي المصريين عبروا عنها، من اول اخيرا استعدنا شيء من كبريائنا العالمي. تحس كده ان انت فخور ببلدك. امبارح قصر القبه اشبه بقصر فرساي بتاع فرنسا، نفس الجمال ونفس النافوره ونفس الالوان ونفس الشجر. قد ايه الاحتفال كان مثير، وقد ايه الخطاب للي قاله هو ما حددش هو عايز يعمل ايه في الاربع سنين دول، قال عايز يعمل ايه الاربع سنين دول، وقال كل افكاره المشير الرئيسي السيسي اللي بيفكر بيها المرحله الجايه. ما فيش المشير بقى الرئيس، مش قادر اشيل له القابه لان القابه كلها خبراته. الرئيس السيسي يعني هو هي، انا بحس ان القابه خبراته فبحب اقول القابه دي يعني حته من عندي. لكن قد ايه لما قال لك مش هيكون في حد موازي للسلطه الوحيده، قد ايه الكلام، قد ايه هيحافظ على احاسيس واداء الفقراء، لكن وقت عمل. لان برضو في ناس ترجموا الكلام يا كابتن شوبير على ان الناس هتقعد في البيوت، ما هو هيوزع على الكل وهياخد من دمه. لا، ده اللي هيشتغل هياخد بالظبط، اللي هيلاقي حقه هيلاقي المقابل. نعم. اعتقد كان خطاب يمس مشاعر مش بس المصريين، يمس العالم بهذا القائد وقدراته، وان شاء الله ربنا يوفقه. وبس هو محتاج شعب يؤمن بهذا الاداء. في حد كلمني النهارده قال لي ما بلاش تقولوا الاتحاديه، ما تقولوا القصر الرئاسي، حتى الاسم قلت بقى قصر شغل. القبة يعني لا، غير قصر القبة. قصر قال القصر الرئاسي او قصر الجمهوري. فلو قلت له القبة القصر الجمهوري بالقبة، فده ممكن يبقى القصر الرئاسي فعلا. يا شوبير مش عايزين حسيات، الحسيات دي كانت في الفترة اللي فاتت اللي اتعملت فينا. مفيش اتحادية ولا في ربعة ولا في النهضة ولا الكلام الفارغ ده اللي اخترعوه اعوان الشياطين دول. دول اخترعوا مسميات وحاجات غريبة علينا، اخترعوا دم واخترعوا حقد واخترعوا تقسيم واخترعوا اللون الاصفر في اسود واخترعوا ربعة واخترعوا كل مساوئ هذا الوقت. شعب مصر ارقى وانضف واعمق واجمل من كده 100 مرة. طيب قبل ما اخش في كاس العالم منتخب السويس، انا احيي طبعا الدخلة اللي اتعملت فريق العمل، ربنا يكرمك، الدخلة راقية واللقطات راقية. الأسد الكاميروني والفيل الكوت ديفواري والنسر النيجيري والجمل الجزائري وفي ايه تاني؟ عندنا كتير النهارده، جايب لك الأرجنتين كمان. غزو الأفارقة أو غزو أفريقيا لأمريكا اللاتينية. صحيح، النصر متقدم على المريخ 2-1، والسكة متقدم على الشرقية الدخان 1-0، ومنتخب السويس انتهت 2-0 على كهرباء الاسماعيليه. وهقول لكم النتائج يعني اذا كانت المباراه انتهت على كده. طيب نخش في كاس العالم. زعلان للنجوم الكتيره اللي غايبه دي، لدرجه الناس بيقولوا ده يعني مونديال الغائبين. بص، نجوم كتيره غايبه، لكن في نجوم المدارس كلها موجوده. يعني مدارس التحرر الفني، الفرق اللي بتلعب بتحرر فني في الملعب، مدارس النجم الواحد، الاعتماد على كريستيانو رونالدو او الاعتماد على ميسي، مدارس الحريه او التحرر، البرازيليين عندهم تحرر مختلف فني، مدارس القيود الفنيه الالمان، الخليط، المدارس الدفاعيه بالمناهج الهجوميه الايطاليه. انت كل المدارس بتستعرض نفسها. يعني هي دورة مش بس للمتعة، دي دورة للتدريس والتدريب للمدربين واللاعبين اللي في العالم كله، لان كل المدارس فاتحة كتبها، كل المدارس بتستعرض قدراتها، كل المدارس بتقدم نفسها بشكل مختلف. في ناس غايبة كتير، لكن الحاضرين قادرين على انهم يمتعونا ويقدموا الصورة بشكل كويس. والاول مرة 5 فرق افريقية اعتقد كمان عندها فرص كبيره قوي لبعض الظروف اللي خارج ال 90 دقيقه. عندهم فرص، شايف ان اول مره عندهم فرص لخارج ال 90 دقيقه. اولا ظروف الطقس قريبه منهم شويه، قريبه منهم كتير، وده طقس مؤلم للاوروبيين. توقيتات المباريات، مدرب انجلترا بيصوت توقيتات المباريات، توقيتات المباريات ايضا مرهقه للفرق الاوروبيه بكتير، لان هيلعبوا اعتقد توقيتات في ماتشات الساعه 1 كمان هتتلعب الدور او حاجات زي كده. يعني انت تخيل غانا بتقابل البرتغال الساعه 1، المفروض من الواقع الميزان الفني البرتغال تتفوق، لكن التوقيت والجو احيانا
هيلعبوا في عملية التفوق ما بين الفرق. إذا الفرق الأفريقية لأول مرة النهاردة تقدر تشوف كأس العالم إنها قادرة على إنها تتخطى حواجز الرهبة وحواجز الخوف من الفرق الأوروبية. طيب أنا عشان الوقت ما يسرقناش وأنا عندي النهاردة خمس. طب أنا عايز أقفل الحتة دي معاك في الفرق الأفريقية. لا ما هاخدها واحدة واحدة. فعايز أبدأ بالمنتخب النيجيري. منتخب النيجيري ومجموعته في مشكلة في مباراة المريخ والنصر. لا دي مش مشكلة, ده مشكلة في حمام السباحة. اللعيبة قلعت شرتاتها وشرتاتها. طب نسمع زميلنا أيمن عيد يقول لنا إيه اللي بيحصل. مساء الخير يا أيمن. تحياتي لك كابتن سمير من استاد الإسكندرية. انتهت مباراة النصر والمريخ بفوز النصر بهدفين مقابل هدف للمريخ, ولكن اعتراضات بالجملة من قبل الجهاز الإداري والفني لنادي المريخ على حكم المباراة نادر القمر بعد اكتسابه ركلة جزاء في الدقيقة 92 أحرز من خلالها محمد حسن ميدو لهاجم النصر الهدف الثاني للنصر. يمكن لو الصوره قدام او مع حضرتك قدامي قدام الصوره قدامي اعتراضات من مجلس اداره نادي المريخ والجميع يعني جميع المسؤولين بنادي المريخ على حكم المباراه. يمكن هم شايفين الحكم النهارده ما كانش موفق في اداره المباراه على الجانبين وخلى المباراه حساسيه تخرج يعني تكون نهايتها بشكل غير مألوف او بشكل غير طبيعي زي ما متعودين عن الروح الرياضيه اللي بيكون بين لا سؤالي بس سؤالي اعتراضه بان ضربه الجزاء في الوقت الضايع ولا هم بيشككوا في صحتها؟ بيشككوا في صحتها, واعتراض كمان ان الوقت الضايع خمس دقائق احتسب خمس دقائق وان هم شايفين ان الوقت اللي احتسب ده يعني ما كانش في وقت كتير ضاع اثناء المباراه. ايوه بس انت بتقول ضربه الجزاء في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع. الدقيقه 92 يا كابتن. طيب يعني خلاص الحكم احتسب خمس دقائق. طيب يعتبروه احتسب دقيقتين بس وجت في الدقيقه الثانيه يعني. طيب اشكرك ايمن. هنحاول نجيب ضربه الجزاء نفسها من شريط المباراه, ويا ريت تعرفوا من ايمن ضربه الجزاء اللي اعترض عليها المريخ, قالوا ان كلموا ضربه الجزاء في الشوط الاول, نحاول نحطها على الشاشه. نيجيريا كابتن ايمن معها الارجنتين ومعها نيجيريا ومعها البوسنه ومعها ايران. هل المنتخب النيجيري اللي احيانا بيتحفنا واحيانا يعني بيذهلنا باداءه الطيب واحيانا بنبقى قاعدين في حاله استغراب شديد جدا مش مصدقين ده منتخب افريقي, التفاوت الفني التفاوت غير تفاوت عادي الاداء نعم, هل شايف ان منتخب نيجيريا عنده فرصه بعيدا فرصة. عن الارجنتين نعم. اللي هي داخلة بتحدياتها الخاصة, داخلة بتحديات خاصة جدا لميسي نعم. بعيدا عن الأرجنتين أعتقد الفرص للفريق النيجيري مع البوسنة والهرسك وإيران أعتقد مش قادر أقول متساوية وإن كانت الأفضلية للفريق النيجيري لبعض النقاط المكملة للأداء اللي جوه الملعب يعني فريق الأرجنتيني. وأعتقد نفتكر المباراة الرائعة في افتتاح كأس العالم اللي كانت ما بين الأرجنتين ونيجيريا قبل كده والصدمة الأرجنتينية من أداء الفريق النيجيري. ولو تفتكر أنا مش فاكر الذاكرة تسمح لي, اعتقد الفريق النيجيري كسب في اليوم ده اعتقد على ايه قولي على الارجنتين في افتتاح كاس عالم. لا الكاميرون الكاميرون كانت كاميرون. الكاميرون كاميرون. كانت الكاميرون. اذا الارجنتين اساسا هدف كمان هدف امبيكي اللي بالراس اللي كان خطا بومبيدو الحارس بالظبط نعم. كده لكن خليني اقول ان دايما الفرق الارجنتينيه بس نيجيريا كانت خلاص على وشك كمان الوصول لدور لولا باجيو جابهم من على سلم الطياره جاب الطياره من على سلم الطياره بالزبط. وخلى فرقه نيجيريا عالم اللي ايطاليا كسبت طبعا اموكاشي ورشيد عبيد ورشيد ياكيني ومانويل امونيكي يعني حاجه محترمه فريق نيجيريا نعم. لكن اعتقد الفريق النيجيري عالية جدا وفرصته ان هو يصل عالية جدا وخاصة ان هو عنده بعض اللعيبة المميزين يعني منطقة نص الملعب جونوبي ميكيل لعيب مميز جدا وموزس لعيب مميز جدا فيكتور موزس لعيب برضو مميز جدا وعنده خبرات يعني انت بتتكلم دلوقتي احنا بنتكلم على دوري انجليزي جون اوبي ميكيل تشيلسي موزس في ليفربول نعم نعم بالظبط كده وعنده برضو اعتقد يعني التشكيلة بتاعته الثابته احمد موسى لاعب مميز جدا وايمانويل امينيكي برضه لعيب كويس جدا وفنربخشة وهداف كاس الامم الافريقيه اعتقد يعني هم عندهم تشكيله مميزه جدا يقدروا يخوضوا بيها مباريات المجموعه بتاعتهم. نيجيريا عندها فرصه وفرصه كبيره جدا رغم صعوبه المواجهه المنتخب الارجنتيني لكن اعتقد الفريق النيجيري فرصه عاليه جدا في هذه المجموعه. 94 لعبوا الارجنتين في نفس المجموعه خسروا 2-1 بس قدموا مباراه طيبه وشغل جيد ساعتها يعني. وكانت اخر مباراه اعتقد مارادونا لو اعتقد 94 مارادونا لا ما لعبش مارادونا 94 مارادونا ما لعبش لعب
لعب وبعدها قالوا منشطات وقالوا منشطات مظبوط كان كابتن الفريق هو اللي رفع الكوره بتاعت الهدف بتاعت الهدف عملها ما تجيبوها ما تجيبوها ما عندناش تتجاب تتجاب تجيبوها وياخدوا مكافاه على طول المره فاتت طلبوا مكافاه ما ادتهمش فما بقوش يصدقوني الظاهر طيب المنتخب النيجيري خلينا نقول تاني التشكيله المثاليه انياما ادرسون واوميرو وابوبوانا وامبروسي واونازي وجون اوبي ميكيل وفيكتور موسيز واحمد موسى وميشيل اوتشيبو وامانويل مونيكي شايف انه فريق من الممكن نشرفنا من الممكن ان يحصد بطاقه خاصه انه يعني ايه ما تقلقش من الاسماء يعني البوسنه احنا كسبانينها ايران فريق في المتناول سيبك من الارجنتين يعني الصراع الثلاثي ده ممكن يتخطف منه مكان انا بقول لك من الفرق الافريقيه اللي ليها حظوظ كبيره قوي انها تعدي هذا وتصل للادوار اللي بعد كده الفريق النيجيري اعتقد بشيء من الثقه انا اتمنى ان الاعداد البدني بتاعهم يكون كويس الاعداد النفسي يكون كويس داخلين شايفين هيلعبوا ازاي ترتيب المباريات كمان يعني يا ريت الاعداد يجيب لنا ترتيب مباريات الفريق النيجيري هيلعب مين الاول ومين الثاني ومين الثالث لان ده كمان يفرق خلي بالك البدايه مع ايران البدايه مع ايران البدايه في المتناول واعتقد اقل حاجه في المتناول ان تعادل وبعد كده هيلعب مين البوسنة ولا هيلعب الارجنتين حالا المباراه الاولى مع ايران المباراه الثانيه اتصور مع الارجنتين بس انا مش متاكد لا لحظه ايران البوسنة الارجنتين الترتيب بتاعه اعتقد ترتيب مثالي ترتيب مثالي للفريق الارجنتيني ان يقدر يخش يقابل الارجنتين وهو عنده 4 نقاط صحيح. عنده 6 نقاط وفي الحاله دي يكون بيلعب مباراه الارجنتين تحصيل حاصل في هذا المدار وماريو طبعا وهدفه في الكاميرون ده الكاميرون لسه يا جماعه خلونا لما نيجي نتكلم على الكاميرون حطوا لنا اهداف الكاميرون الله يخليكم احنا بنتكلم نيجيريا يعني لانهم في نفس المجموعه السنه دي بعد اذن حضراتكم خلينا نمشي خطوه بخطوه مع بعض اذا المنتخب النيجيري من وجهه نظر من وجهه نظرك ان القرعه خدمته وترتيب المباراه خدمه وتوقيتات المباراه لما نعرفها هنشوف برضه هتخدمه ازاي تمام. كل دي حاجات بتخش في تركيبه ال 90 دقيقه شوبير طيب حلو قوي نروح على المنتخب الكاميروني معلش يا جماعه احنا بنجري لانه عندنا كتير جدا النهارده الكاميرون سيئه الحظ بقى الكاميرون بتتكلم في البرازيل وما ادراك عن البرازيل وماشي انا ممكن اضحي بالثلاث نقاط دول معهم كرواتيا من القوة الثقيلة في الكرة المكسيك رغم انها تأهلت بصعوبة لكن فرقة عنيفة لكن عندي المشكلة الرئيسية كابتن ايمن هي في الكاميرون نفسهم انت عارف كانوا رافضين يسافروا كاس العالم كانوا بيهرجوا يعني وصموا لقيتوا كل مرة اللي بتزعم التمرد عشان 7500 يورو فبقول لك ان انا بدافع عن حق زملائي واللي بتدخل كل مرة رئيس الجمهورية عشان ينهي الازمة والوزارة تدخلت وانهت الازمة هل المشاكل اللي قبل السفر دي بتؤثر على اداء الفريق وعلى فرصه في المنافسه في حصد بطاقه وخلي بالك نفس الفرقه دي كانت موجوده السنه اللي فاتت الخمسه دول وكان معانا او الدوره فاتت كان معانا جنوب افريقيا لم يصعد سوى المنتخب الغاني هو الوحيد اللي كمل مظبوط نعم. لكن الناس لما بتكتب عن اللي عمله صامويل ايتو والمنتخب الكاميروني ما بيكملوش الكلام ولا بيكملوا اللي اتقال ولا الفكر اللي حصل صامويل ايتو سبب اعتراضه وسبب ان هو سخن قوي وسخن اللعيبه وعملوا الكلام ده كله ان في الوقت ده دخلت فلوس للاتحاد الكاميروني نتيجه الرعايه بتاعتهم سواء من الملابس شركات الملابس او الشركه اللي كانت بترعاهم في مباريات كاس العالم تمام. وهو ده السبب اللي هو هنا في الوقت ده صمم على ان هم ياخدوا حقهم نعم. الناس بتقول ان هو طلب في وقت صعب وعمل مشكله في وقت صعب بس الناس ما كملتش قرايه حوار صامويل ايتو صامويل ايتو قال احنا طالبنا لما عرفنا ان الفلوس دخلت للاتحاد وان الفلوس اصبحت موجوده في الاتحاد ايه الموانع ان هم يدوها لنا لان هم وعدونا ان هم يدونا الفلوس وانس او لحظه دخول الفلوس الاتحاد الكاميروني نعم. كلام منطقي جدا بس قبل السفر بتاعته هو رئيس الاتحاد اللي قال لهم اول لما تخش الفلوس تهدد بعدم السفر يا كابتن ايمن لكاس العالم يعني امر صعب جدا يا كابتن يعني لو ده حصل في مصر مثلا كان ممكن ايه اللي يحصل لا انا بتكلم انت لما تطلع مسؤول وانت برضو لما تبقى رئيس اتحاد وتيجي تقول يا جماعه اول لما تخش فلوس الاتحاد الكوره هديكوا المكافئات بتاعتكم تخش الفلوس الاتحاد الكوره تعمل نفسك مش واخد بالك اللعيبه عايزه تعمل ايه تعمل نفسها مش واخده بالك بس يعني هددوا ان هو ما يسافروش كاس العالم الفلوس دخلت والراجل وعدهم والراجل قال كده هو محدش ضربه على انه يقول كده هو اتفق مع اللعيبه على هذا المبدا اذا اللي يتفق على هذا المبدا يجب ان يحترمه اعتقد الوضع اتحل كمان وهم خلاص في طريقهم للبرازيل بس الاجواء طبعا متوتره انا بتفق متوتره معها. طيب خليني اقول لك على منتخب الكاميرون وفرصه لانه المجموعه تقيله جدا وهقول لك حالا ترتيب المباريات هيبقى عامل ازاي البرازيل كرواتيا المكسيك
ترتيب مبارياتهم. ده الارجنتين والكاميرون سنة 90. ده ميشيل فوترو اعتقد ده فوترو الحكم الفرنسي الشهير. خلي بالك بقى الكاميرون وهي 9 لعيبة هي تسعة لعيبة. بص الجون ده غلطة الحارس خطأ فادح. ده أومن بيك كانوا بيلعبوا 9 لعيبة. ده كان بتاع كاس العالم كنا في 90 لو تفتكر يا كابتن أيمن. ساعتها الله يرحمه الكابتن جوهري اتخض لأنه هو مجهز مفاجآت قدام هولندا ولو تعادلنا أو حتى خسرنا 1-0 الناس في مصر كانت بتعمل أفراح. فقال لك ده ايه المصيبه دي ان الكاميرون تكسب والارجنتين كان بطل العالم العرف ساعتها كان بطل العالم ولا بيلعب بس شفت ده طلع الدور ال 18 اومن بيك والله بص يا كابتن بص وقف الصوره بس هو بيطلع لا وقف الصوره لا وقف ايوه ارجع وقف الصوره بيطلع طلع الدور ال 18 بص شوف بص وخلي بالك نطت من مكانه يعني من مش نطت بحركه ودي صعبه اكتر كمان يعني مش معقوله مش عارفين يجيبوا الطلعه لا ليه بس لا ما هتيجي دلوقتي طلع بص هو قال القدره من مكانه زق من مكانه مش حتى بيجري سبرنت وبياخد الجامب ده هذه البطوله شهدت ميلا واعجاز ميلا وكان الاخوين بيك وابوس كابتن بوس كابتن بص بس بص يا اثبت بقى اثبت بقى ايوه عند كتف. رجله عند كتف مدافع الارجنتين اللي هو طوله 190 سم بص يا كابتن والله بجد ده لا ده 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 من احسن التكتيكات اللي شفتها في حياتي عشان تبقى عارف يعني رجله عند كتف مدافع الارجنتين ومع ذلك سجل وكان كملوا مشوارهم بعد كده. هل نفس الحميه ونفس الامال ونفس الاصرار موجود عند المنتخب الكاميروني اللي اضاع ده كله بعد كده للاسف الشديد وفي البطوله اللي بعدها وخسر بسداسيه من المنتخب الروسي؟ ترتيب الماتشات صعب قوي لو انت بتقول زي هيقابلوا البرازيل الاول في الافتتاح وبعد كده كرواتيا وبعد كده المكسيك. اعتقد ترتيب صعب كمان ليهم في المباريات. اعتقد لو البدايه عايز ترتيب مباريات الكاميرون يا شباب في يعني البطوله بعد اذنكم. نعم اتفضل يا كابتن. اعتقد ترتيب المباريات برضو هيفرق الفريق الكاميروني. كل حاجه محسوبه ان اني ماتش هتلعب عليه على تعادل واني ماتش هتلعب لازم تكسبه. لا هم مش البرازيل في الافتتاح مش البرازيل هتفتتح مع كرواتيا هم هيقابلوا المكسيك مباراه الاولى مع المكسيك وبعد كده هقول لحضرتك حالا نعم لانه البرازيل والافتتاح مع كرواتيا فخلاص هم مباراه الاولى مع المكسيك اهون برضو. ويقدر يطلع في اقل الحظوظ متعادل فيها يعني هو مباراته مع المكسيك وكرواتيا طبعا هي الاصعب يعني كما زي ما حبيت انت المكسيك كرواتيا البرازيل يعني مقبوله ماشيه زي الفل برضه تقدر تخش اي فوز في الماتشين دول مع نقطه تعادل اعتقد يدخلوا ماتش البرازيل وهو عنده امال كبيره هي دايما الحزبه الصعود من دور ال 32 حزبه اذكياء وحزبه ناس فاهمه. ترتيب المجموعه لنيجيريا رائع جدا، ترتيب المجموعه للكاميرون رائع جدا ويساند ويساعد ان هم يقدروا يعملوا حاجه رغم صعوبه المجموعه لان كرواتيا زي ما انت قلت فرقه صعبه جدا وانا بتفق كمان معاك ان فرقه المكسيك هتكون حسن الحظ انه البرازيل هتكون لعبت مع كرواتيا وبعدين لعبت مع المكسيك ولعبت معهم. انا بحكم خبرتي وخبرتك اكيد اللي انت هتقولها بتحاول ساعات لضيف انه البرازيل هتلتهم كرواتيا والمكسيك او هتفوز بلاش تلتهم هتاخد 6 نقط هتبقى تقريبا ضمنت الصعود. هل ممكن يلعب بالصف الثاني انه يلعب على تعادل يريح لاعبته وبالتالي ممكن الكاميرون تكون في حاجه لهذا التعادل اللي ساعدها شويه يا كابتن؟ امال احنا قلنا ترتيب الماتشات فارق ليه؟ لان هو اللي انت بتقوله بالحدث بتاعك من خبراتك في الكوره بتقول ان احيانا الماتش الثالث زي معظم الفرق بتعمل لما بتبقى عندها فرصه صعود انتهت وخلاص انتقلوا للدور اللي بعد كده بيحصل نوع من التهدئه وعمليه الترضيه اللعيبه مش هتكمل معاها كاس العالم فبيدوا الخمسه سته اللي ما بيلعبوش بيدوا المغرب خرجت كده في 98 كان البرازيل والنرويج وللاسف الشديد بالظبط نعم فخلينا خلينا نتفق ان فرصه الكاميرون مش مستحيله ده هدف ميلا في كولومبيا لا الرقصه لانه هو في حديث اخير لسه قريب بص جاري منين ولافف منين وخد الكره ازاي وحطها ازاي لا فسالوه على الرقصه قال لهم والله ما كنت عاملها ده جت عفويه وبعد كده العالم كله بيرقص وهي رقصه مش طبيعيه قال لك ما كنتش عاملها ما كنتش مرتب لها جت باي زاويه لحظه ارجع تاني ايه نقطه القوه في فريق الكاميرون يا كابتن ايمن
اعتقد عندهم لعيب مميز جدا اللي هو سونج، الكسندر سونج. سونج ده لعيب نص ملعب ديفندر بيلعب فرقه برشلونه، عنده ثقات خاصه، عنده قدرات خاصه، اعتقد منقول كمان من الدوري الانجليزي من فريق الارسنال. فاعتقد سونج لعيب مميز له خبرات في منطقه نص الملعب، ودي منطقه خطيره جدا للفريق الكاميروني. اعتقد سامويل ايتو ايضا عنده قدرات وخبرات تقدر تدي فرص كتيره قوي للفريق الكاميروني. وعندهم كمان سيرد باكين مميزين جدا، يعني ماتيب ونيكولو. اعتقد الاثنين كلهم في الدوري الفرنسي، كلهم في الدوري الفرنسي. بس المجموعه دي تدي قوه للفريق الكاميروني، واعتقد الكاميرون قادره. يعني الثلاثي هنري بدي في اولمبيك ليون، نيكولاس نيكولو في مارسيليا، ماتيب بيلعب في شالكا الالماني، بس جوجو الظهير الايمن بيلعب في القطن الكاميروني. يعني دايما تلاقي كده في حته كده واحد تكه، باستثناء الجزائر يا اخي لما نيجي نتكلم عليها احنا مخصصين لها الجزء الاكبر من الوقت باذن الله عز وجل. الجزائر كلهم بلا استثناء، باستثناء الحارس الاحتياطي، محترفين. ده المباراه ما بين البرازيل والكاميرون، وحتى تلاقي انه بيل انطوان كان تخن شويه، كان حرام على الجون انفرادات يا شوبير كلها. لا كان تخن شويه، انت عارف بيل كان وحش هنا في مصر. يعني انا بيل كنت بروح اقعد معاه كابتن ايمن، انا كنت اروح له حارس مرمى في المقاولين، كنت حارس مرمى منتخب مصر، اقعد وهو اتعلم العربي كده وكنت اقعد اقول له واساله واخد منه اجابات، يعني شيء كان رائع يعني. لكنه بس كل مره كابتن، يعني في مباراه الارجنتين طرد ده ببيته طبعا وطرد العنف الافريقي من غير الذكاء. هل ما زال، انا اسف يعني، عدم الذكاء مازال موجود يا كابتن؟ لا ده قال قال نتيجه احتراف الافارقه دول في الملاعب الاوروبيه. صحيح. يعني في الوقت ده كان نسب الاحتراف تلاقيهم خمسه بس للمحترفين او اربعه محترفين. لكن دلوقتي تلاقي اللعيبه الكاميرونيين، يعني باستثناء لاعب اللعيبه النيجيريين، كلهم تلاقيهم محترفين في ملعب اوروبي، يعرفوا يعني ايه الانضباط والالتزام والحفاظ على قوام الفرقه. طبعا انطوان بيل كان يعني كانت صعبه تقيل شويه، بس انت فاكر ان هو كان معاه حارس ثاني نكونو، وكان بينهم صراع كل مره مين تألق بعنف في 90 في 90 وكان بس هنا المره دي كان سونج، الكسندر سونج كان نكونه خلاص. سونج لعب سونجو ده كان بيلعب في كانو ناوندي قدامي صديقي، وبعدين لعب في الدوري الاسباني فتره ليست بالقصيره هناك ديبورتيفو لا كولونيا، ولعب بعد كده بس ما كانش ظهر بمظهر جيد يعني. بس كان في الوقت ده بيل انطوان كان الدور عليه، ان كان نكونه خد كاس العالم 90. صحيح. وهو كان عنده قهره من الموضوع ده وحطوه فضل احتياطي طول البطوله، اعتقد كان في نوع من الترضيه. طيب قبل ما اروح لفاصل، تفتكر مباراه تونس مع الكاميرون اللي كانت في ملعب رادس والحارس ايتانجي كان نجم المباراه الاول، شال يجي 3 اهداف مؤكده يعني، هل ايتانجي قادر انه يعد لنا امجاد توماس نكونو وبيل انطوان؟ هي دايما المدرسه الكاميرونيه عندها تميز في حراسه المرمى، دايما عندهم حارس مرمى دايما مميز. يعني قدراتهم كده. انا اعتقد خلينا نحكم، خلي بالك برضو انت المنافسه الافريقيه غير المنافسه العالميه. المنافسه العالميه بتحتاج ثقافه مختلفه ورؤيه مختلفه وفيجن يعني مختلف، لاعب عنده قدرات تبقى مختلفه، هو ده اللي بيظهر في كاس العالم. كاس العالم كتير بيلعبوه لكن مش اي حد بيظهر فيه. صحيح. اللي بيظهر فيه المميزين جدا، انه عالم الافزاز او عالم الناس اللي عندهم قدرات مختلفه. عشان كده انت بتقول ابتديت حلقتك ايمن الغيابات هتاثر، اقول لك الغيابات هتفرز عناصر اكثر قدره على الامتاع. انت متوقع ده طبعا. الفرص عندما تتاح للموهوبين بيجعلوك تستمتع. فالموهوبين كتير في الملاعب موجود، لكن خلينا نتفق الموهوبين اللي احنا شفناهم في السنتين الثلاثه اللي فاتوا عدينهم على الصوابع. لو مين في اسبانيا. صحيح. لو مين في ارجنتين. لو مين في البرازيل، لو مين في البرتغال، لكل واحد محفوظ اسمه. لكن كاس العالم ما بيكسبهوش دلوقتي غير الفرق اللي بتعرف تلعب مع بعض. يعني ميسي مش هيكسب كاس العالم لوحده. لازم فرقه الارجنتين كلها تبقى متكامله من الناحيه الفنيه. نيمار مش هيقدر يعمل من البرازيل ان هم على طول بطل كاس العالم، وان كان الترشيحات كلها بتصب في صالح البرازيل، لان برضو نيمار فارق اللعب الجماعي فارق شويه، فارق جدا. ده روجي ميلا بيهزر، ده ميلا لا ده بيهزر بيهزر، وده هيجيتا حارس مرمى كان برضو سنه. طبعا هيجيتا حارس مش طبيعي، كمدرب الحراس في نادي النصر السعودي كان بيعمل لهم حركات كده في التمرين بيحبوه جدا. انت شفته لما كان بيصد الكره بكعب رجله، كره تشات شهيره. عنده بص بقى، بص هنا ميلا يا كابتن، بص ميلا اولا الباك دبسه، بص ميلا، بص خلي بالك بقى هيجيتا حصله، بص
قرب منه ما لحقوش، بس شوف ذكاء المهاجم لا 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 حاجه مش طبيعيه الحقيقه، يعني شيء جميل. هل الكاميرون ممكن تتحفنا من جديد يا كابتن ايمن، ولا المجموعه صعبه المره دي؟ المجموعه صعبه، المشاكل اللي في الفرقه صعبه شويه. المجموعه صعبه والمشاكل دي بتدي ساعات احيانا يعني استفزاز ايجابي للفريق احيانا، لان بيبقى في تحديات وفي غضب فبيدي انعكاسات نفسيه مختلفه عند اللعيبه. لكن خلينا نتفق ترتيب المباريات في صالح الفريق الكاميروني. وتعالى بقى يا حبذا لو قابلت انت كرواتيا الساعه 1 الظهر هتبقى المباراه بتوع الكروات هيقعوا لك بعد اول نص ساعه. طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل الفرق الإفريقية. غانا وكلنا موجوعين من غانا، لكن أكيد هنشجع غانا في كأس العالم.